ان شاء الله خير. هلا بنعمل الاندومي بالخاز، بنعمل اكلات احنا بالطبيعة كلام، وكمان بدي اعلمكم طريقة الاندومي. يلا نبلش. طريقة نكسر الاندومي فرطناها وساعتين، كاستين مي طبعا تمام. هلا بنحطها على الخاز تسخن. شايفين حبايبي زي هاي الاندومي؟ غليت المي ونكب الاندومي وعلى المي. شوفوا يا حبايبي ماما عم تغلي مي، عم تغلي ماما غلي. الآن نكب الاندومي من عند هذا مي شوي. تقلي خمس دقايق، دقايق. شوفوا يا حبايبي هلا الاندومي استوت. هلا خلاص شوفوا شو طيبة. بس هيك شوفوا. هلا بدنا نشيله. شوفوا، حطونا لايك شوفوا يا حبايبي ما تطيبوا. شوفوا يا حبايبي، حطوا لايك.